السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم على بعض الشخصيات من أقاربنا وجيراننا اللي أثروا فيا. أول واحدة فيهم كانت أمي الصغيرة اسمها رجاء، وكده كانت قريبة والدي الله يرحمه، وكانت يتيمة الأم والأب، وجت البيت عندنا وبسم الله ما شاء الله، يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان لها فضل كبير جدا عليا في تربيتي وأنا صغير، مش تربيتي فقط وأنا صغير، تربيتي وإنها ساعدت والدتي إلى آخره. والدتي الحمد لله ربتها لغايه ما كبرت وتجوزت، والحمد لله ليها اولادها واحفادها دلوقتي. الشخصيه الثانيه اللي انا اتعلمت منها اشياء كثيره جدا جدا هي شخصيه واحد من اقارب والدتي الله يرحمه والله يرحمها، كنا مسمينه عم عبد الفتاح صلاه النبي. وليه مسمينه عم عبد الفتاح صلاه النبي؟ عم عبد الفتاح صلاه النبي ده كان ابن لعائله غنيه جدا جدا من بردك، من منطقه الدرب الاحمر ودرب شغلان الحته اللي هناك دي، وكان هو الطفل الولد الوحيد على 5 أو 6 بنات. ويوم ما اتولد امه كانت فرحانه جدا بيه، زي ما كان بترمي جنيهات ذهب على الناس في الحاره اللي هم كانوا عايشين فيها. فطلع عم عبد الفتاح صلاه النبي ده اللهم ارحمه يا ربي، طلع متدلع فما كملش تعليمه وما اتعلمش خالص، فما كانش عنده اي مهنه، فاشتغل بيشتغل سمكري عند في بعض الورش السمكره اللي موجوده، وكان دايما يزورنا كل شهر. كانت والدتي الله يرحمها يعني بتساعده زي ما بتساعد اي حد تاني، فلكن كان من كرمه وحسن اخلاقه. كان هو طبعا اول حاجه علمني التراث الشعبي القديم، الزنات الخليفه وشاطر حسن وست حسن الجمال وكل الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت ما كانش يدخل علينا البيت الا وفي ايده شيء جايبه لنا، ليمون، برتقان، بطيخه، جزر، فجل، اي حاجه من دول، لان هو جاي من بيت كرم وكان ما يحبش يروح عند ناس الا لما يكون معاه هديه لهؤلاء الناس حتى ولو كان يعني من المحتاجين. الشخصيه الرابعه هو عم سلطان. مين هو عم سلطان؟ عم سلطان ده كان شاب، كان طفل صغير عنده 14 سنه او 13 سنه من الصعيد من اسيوط في جنوب مصر، وفي يوم من الايام قرر يتمرد على الاسره بتاعته وتركب القطر زي ما الناس ركب القطر ووصل لمصر، ما عرفش يروح فين. ففي يوم من الايام كده جدي الكبير الله يرحمه، جدي الجريس اللي هو والد والدتي، لقى الشاب الصغير ده نايم في الشارع قدام المحل بتاعه، فاخده انت من جاب هنا يا ابني جاي من حته فلانيه، فاخده يشتغل عنده في الدكان ورباه لغايه ما كبر وبدا يعلمه حاجات اساسيه في التجاره وفي الشغل وفي الحاجات دي كلها. واصبح بعد كده لما كبر يشتغل حاجب، حاجب يعني في المحكمة زي ما انتم عارفين، هو بيقول يعني يدخل الناس لغرفة قاعة المحكمة ويخرج الناس من قاعة المحكمة. عم سلطان ده لغاية ما مات كان دائما يجي لنا يزورنا في الصيف هو وزوجته رحمة الله عليهم، ويجيبوا كل أقفاص البتة والفطير المشلتت والجبن القريش والعيش الشمسي والحاجات دي كلها، لأنهم كانوا من بيت كرم وكان عمرهم ما يقولك بيتك وايديهم فاضيه، وكانوا دايما كرماء معنا. الشخصيه الرابعه اللي هم بعض اقاربنا اللي كانوا في حته اسمها المحله الكبرى، المحله الكبرى دي كانت قلعه صناعه الغزل والنسج في مصر، وكان كل هؤلاء دول كانوا القرايب ووالدي رحمه الله عليه. كان دايما على عيد الثوره اللي هو في يوليو في الصيف تيجي اللي هي قريبتنا دي ومعاها اولادها عشان يتفسحوا في القاهره، وده بقى مليان من كل الأقمشة والأعلام اللي بيعملوها في شركة غزل ونسج المحلة اللي كانت معمولة هناك، وكانوا دايما يقولنا بهدايا كثيرة جدا. ووالدتي الله يرحمها كانت ما بتفرقش ما بين قرايب الوالد وقرايب الوالدة لما بيجوا يزورونا في البيت، وده كان من إيه؟ من شخصيتنا. أما الأخيرة فهي كانت امرأة كبيرة في السن، كانت يعني وهنا بيديك الثقافة بتاعت لابد يكون في بيتك امرأة، إما خالة أو عمة أو جدة أو قريبة أو إلى آخره كبيرة في السن عشان تكون هي بيت الحكمة في هذا السن، خاصة لما يكون الشباب لسه متجوزين جداد وعايزين حد يعيش معهم علشان يظبط لهم اللي هو الأمور في البيت. فكان اسمها أم تسالي. أم تسالي دي كان كلنا بنحبها، كلنا نتمنى انها تزورنا، بالرغم انها قرابة بيننا وبينها كانت بعيده جدا جدا، لكن من ناحيه ايه؟ والدتي الله يرحمها كانت اختي الكبيره، كان نفسها في حياتها انها تيجي تعيش معاها بعد ما اتجوزت، علشان كده قالت لها طيب. كانت هي بترعى اخوها، كان ليها اخ ضرير
كانت قالت لما لا ان شاء الله يعني ايه بعد لو اخويا توفى والله حاجه اعيش معاكي. وللاسف يعني مات اخوها ومات هي ولم نستطع انها تنتقل لبيت العيله عندنا في المهندسين ومدينه الاوقاف بعد ما لان توفت على طول يعني رحمه الله. الشخصيات دي بتعمل في قلب او في عقليه الطفل اثار ايجابيه كبيره جدا 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 من نوعية الناس اللي بنلتقي بيهم واحنا صغيرين فبيأثروا علينا سلبا او ايجابا، وده معناه اللي هو صلة الرحم واصحاب الوالد واصحاب الوالدة والاقارب والاهل لما بييجوا في البيت بيثروا شخصية وثقافة الاطفال اللي موجودين عندك في البيت. جزاكم الله خير وحسن مشاهدتكم للفيديو، واتمنى انكم تفعلوا الجرس وفي نفس الوقت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.